من فندق إقامة اللاعبين وشريف شعبان من ملعب المباراة، نعرف من عندهم آخر الكواليس والأخبار قبل ساعات من انطلاق المباراة. كريم برحب بيك، عايزين نعرف منك آخر الأخبار والأجواء قبل لقاء وادي دجلة يا كريم. كل التحية ليك كابتن أيمن شوقي، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. الأهلي ووادي دجلة على استاد القاهرة في تمام الساعة 8 مساء، الجولة 24 من بطولة الدوري العام. إن شاء الله في البداية كالعادة بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي والجهاز الفني أيضا كمان النهاردة يكون موفق في اختيار التشكيل اللي هيخوض بها هذه المباراة. النادي الأهلي مستمر في تركيزه الكبير سواء لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني، كل تدريب أو كل تجمع مع لعيبة النادي الأهلي بنشوف اللعيبة بتكلم بعض، الحافز موجود والدافع موجود، لكن إن شاء الله بقى يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع كل اللعيبة النهاردة إن هي تكون مركزة بشكل كبير جدا، ويستطيع النادي الأهلي يستمر في سلسلة الانتصارات وضرب الأرقام القياسية والحفاظ أيضا كمان على شباكه نظيفة. النادي الأهلي بيأدي أداء مميز جدا مع المباريات زي ما أكدنا وقلنا أكتر من مرة، مع المباريات ومع توالي المباريات إن شاء الله بإذن الله نشوف أداء اللي بينتظره كل جمهور النادي الأهلي. ضغط كبير وتلاحم كبير لفريق النادي الأهلي تحديدا في المباريات، لكن النادي الأهلي متعود على كده، جمهورنا متعود على كده. إن شاء الله بإذن الله لاعبتنا تكون مركزة النهاردة بشكل كبير. فريق وادي دجلة بيمتاز بالسرعات، عنده أيضا كمان خبرات في التشكيل أو في القائمة، لكن إن شاء الله مع القراءة الفنية لمستر ريني فايلر اللي يمكن تابع محاضرات الفيديو بشكل كبير جدا وخلى اللعيبة كمان تتابع المحاضرات والمباريات الأخيرة لفريق وادي دجلة، لكن إن شاء الله النهاردة بإذن الله كل التمنيات لفريق النادي الأهلي بالتوفيق في هذه المباراة. غيابات عديدة كالعادة في صفوف فريق النادي الأهلي، لكن يعني بنتمنى ما يبقاش فيها أي تأثير النهاردة على رأسها طبعا علي معلول الحصول على 3 إنذارات، صالح جمعة للرؤية الفنية، عمرو السولية للإصابة، حسين الشحات ومحمد محمود لاستكمال التأهيل الخاص بهم. كمان كان النهاردة يمكن تم الإعلان على الطاقم التحكيم اللي خد هذه المباراة، على رأسهم طبعا حكم ساحة جهاد جريشة، محمود أبو الرجال وسامي هلهل مساعد أول ومساعد تاني، ومحمد حسن حكم رابع، وحكام الفار وائل فرحان ومصطفى عثمان. اليوم الاعتيادي طبعا كالعادة كابتن أيمن في فندق الإقامة، الفطار الصباحي، وجبة غداء في تمام الساعة 1 ظهرا، ثم محاضرة فنية أخيرة هنا في فندق الإقامة لوضع بقى الرتوش الأخيرة والتشكيل وكل الجمل التكتيكية المتفق عليها في التدريبات الأخيرة لفريق النادي الأهلي. إن شاء الله كالعادة هنكون مستمرين معاكم مع جمهور النادي الأهلي، بننقل كل الكواليس الخاصة وأخبار فريق النادي الأهلي سواء في فندق الإقامة وحتى ملعب المباراة. عودة ليك يا كابتن أيمن. شكرا كريم، ومن كريم نروح لشريف شعبان في ملعب المباراة نتعرف منه على آخر الأخبار وآخر الكواليس في ملعب المباراة. مساء الخير يا شريف، إيه آخر الأخبار عندك؟ تحياتي ليك يا كابتن أيمن، طبعا تحياتي لكريم وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يا رب بإذن الله يكون يوم سعيد النهاردة لجميع الأهلاوية، والنهاردة والأهلي يتوج ب3 نقاط وده تضاف إلى رصيده عشان نقرب خطوة مهمة جدا بالحفاظ على اللقب الغالي لقب الدوري العام. يمكن مباراة الأهلي ودجلة في 8 مساء على استاد القاهرة الدولي، يمكن من استاد القاهرة كان خليني أقول لك الدخول كان ولا أسهل ولا أروع، أمن النادي الأهلي حدث ولا حرك في التنظيم، تنظيم ولا أروع، يمكن دخولنا كان سهل جدا، الأسماء موجودة في الكشوفات، كل الإعلاميين الأسماء موجودة في الكشوفات تخش على طول، مفيش من غير أي مشاكل، إجراءات الاحترازية قوية جدا من النادي الأهلي وأيضا من استاد القاهرة اللي هنا الإجراءات الاحترازية، تطهير غرف الملابس، الممرات، دكك البدلاء، كل شبر في أرض استاد القاهرة بيتم تعقيمه طبعا حرصا على سلامة اللاعبين. الآن يمكن وادي دجلة كان حريص يكون موجود الآن في استاد القاهرة الدولي، وكان حريص الآن فريق دجلة الآن وأنا بكلم حضرتك كابتن أيمن في أرض الملعب، بيشوفوا أرض الملعب، بيتفقدوا أرض الملعب من أوله لآخره مع المدير الفني ولاعبي دجلة. من قبلهم حوالي 5 دقائق كان موجود الطاقم التحكيمي النهارده اللي هيكون بقياده الكابتن جهاد جريشه، ايضا كان موجود النهارده في ارض الملعب من حوالي 5 دقائق النهارده طاقم التحكيم الكابتن جهاد جريشه، حكم ساحه، مساعد اول محمود ابو الرجال، مساعد ثاني سامي هلهل، حكم رابع محمد حسن، حكم فيديو وائل فرحات ومصطفى عثمان. النهارده غيابات النادي الاهلي كتير، معلول، السوليه، صالح، كهربا، حسين الشحات، محمد محمود، محمود متولي. طبعا الاهلي في صداره برصيد 62 نقطه، يا رب باذن الله النهارده تكون مباراة خير على النادي الأهلي ونوصل للنقطة 65. زي ما قلت لك دجلة لسه في أرض الملعب في انتظار وصول النادي الأهلي، هيكون بإذن الله في 6:30 و5 دقائق بكتير جدا هيكون موجود في أرض الملعب. يا رب بإذن الله النهاردة يكون يوم سعيد لكل الأهلوية. أعود ليك من جديد كابتن أيمن، اتفضل.